بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الطلاب جريد 1 الشطار، أخباركم إيه؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم دائما في عافية وفي أمن وأمان يا رب العالمين. أحبائي الطلاب، طبعا اتعلمنا حاجات كتير مع بعض، اتعلمنا إزاي نكون كويسين مع بابا وماما، اتعلمنا إزاي نسمع كلام بابا وماما، وقلنا اللي بيسمع كلام بابا وماما ربنا بيحبه طبعا. اتعلمنا إزاي نصلي، نتوضأ الأول ونصلي. فاكرين مين بقى بيصلي دلوقتي؟ طبعا لازم نصلي مع بابا ومع ماما في البيت على الاقل. وكمان اتعلمنا ازاي ناكل ونشرب، قبل ما ناكل نقول ايه، ولازم يكون ايدينا كلين قبل ما ناكل، وتعلمنا نحافظ على النظافه. طبعا برافو عليكم. وتعلمنا حاجات كتيره جدا، وتعلمنا وحفظنا صور من القران الكريم، حفظنا مع بعض لو انتوا فاكرين معايا سوره الليل حفظناها مع بعض وهنعيدها تاني النهارده، حفظنا سوره الضحى والضحى والليل اذا سجى، حفظنا سوره الشرح ألم نشرح لك صدرك، وسورة التين والتين والزيتون، وحفظنا كمان سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسورة القدر، وكان في سور كمان رجعنا عليها زي سورة الفيل وسورة قريش وكمان سورة الهمزة. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي يا حلوين أنا طلب منكم حاجة مهمة جدا، إن إحنا إن شاء الله كل يوم نراجع على سورة حفظناها، نقعد كده مع ماما ونستأذن ماما في الوقت اللي هي فري فيه أو ممكن قبل ما ننام نراجع كل سور اللي حفظناها مرة على الأقل. النهارده ان شاء الله هقرا لحضريكم سوره الليل مره ثانيه، لان كان في فعلا ناس ما كانوش كملوا حفظ. هنقرا سوره الليل، وان شاء الله الاسبوع القادم هناخد سوره الشمس كامله. جاهزين تقروا معايا؟ نبدا. سوره الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى، لاحظوا معايا يغشى بالغين وليست يخشى، والليل اذا يغشى، احسنتم. والنهار اذا تجلى، والنهار إذا تجلى. طبعا يعني إيه والليل إذا يغشى؟ يعني الليل عندما يأتي يغشى ظلامه الكون كله، فعندما يأتي الليل يكون هناك ظلام. والنهار إذا تجلى، بعد أن يذهب الليل يأتي النهار، فالنهار يتجلى أي يظهر كل ما كان خافيا، فالنهار ينير الكون عندما يأتي. وما خلق الذكر والأنثى، الذكر هو زي بابا وماما الأولاد، والأنثى هم البنات. طيب مين اللي خلق بقى الذكر والأنثى؟ والله سبحانه وتعالى. طب إن سعيكم لشتى، يعني إيه يا أولاد يا حلوين إن سعيكم لشتى؟ حبايبي الحلوين، إن سعيكم يعني إن عملكم، الأعمال مختلفة، الناس لا يعملون نفس العمل. نعم هناك أعمال متشابهة، ولكن كل إنسان جعل الله له عملا مختلفا عن الآخر. هناك الأطباء طبيب دكتور، وهناك المهندس، وهناك الضابط، وهناك المدرس، وهناك المخترع، وهناك أشياء أناس كثيرون يعملون أفعالا كثيرة. إن سعيكم لشتى، الله سبحانه وتعالى جعل أعمالنا مختلفة ليساعد بعضنا بعضا. الطبيب يعالج الناس، والمهندس يصنع ويطور ويخطط، وكمان عامل وأيضا عامل النظافة يفعل أشياء كثيرة. فالله جعل أعمالنا متنوعة حتى يساعد بعضنا بعضا ويكمل بعضنا بعضا. ثم الله سبحانه وتعالى يبين شيء مهم جدا، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى. أعطى أي كان معه أشياء فأعطاها، وكلمة أعطى معناها أنه أصبح غنيا وأصبح صاحب عمل نشيط، فأصبح عنده أشياء كثيرة فيتصدق منها. واتقى معناها أي عبد الله عبادة سليمة. ثم وصدق بالحسنى، أي آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بالجنة. والصدق هو أهم صفة كما نعلم. نتيجة هذا الذي يعطي الناس ويساعد الناس ويتقي الله، يعبد الله سبحانه وتعالى ويصلي لله، والذي يكون صادقا ويؤمن بيوم القيامة وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى، أي إن الله سبحانه وتعالى يجعل طريق الجنة سهلة له، يجعل طريق الجنة أسهل مما يتخيل، يدخل الجنة دون حساب، يدخل الجنة دون حساب. ولكن هناك أناس لا يفعلون ذلك، وهم وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى معناها أي الذي يكون بخيلا لا يتصدق، فهو إنسان لا يعمل فأصبح فقيرا مثلا، أو إنسان عنده أموال ولا يتصدق، ثم استغنى عن الله سبحانه وتعالى أو استغنى عن الناس. وكذب بالحسنى أي لا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بأن هناك جنة. هذا الذي يكذب، لأن الكذب أصعب صفة
وأكثر صفة يكرهها الله سبحانه وتعالى، وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، آسف. إن الله سبحانه وتعالى يجعل طريق العسرى أي طريق النار، فسنيسره للعسرى. ندعو الله أن يحفظنا جميعا من النار. وما يغني عنه ماله إذا تردى. الإنسان الذي معه أموال، هل هذه الأموال الذي معه أموال كثيرة، مال كثير، هل هذا المال ينفعه يوم القيامة؟ كلا. هل من الممكن أن يأتي الغني ويقول لربنا يا ربي ممكن أنا معايا فلوس خد فلوس دخل الجنة؟ ما ينفعش، خلاص الفلوس في الدنيا، ولكن في الآخرة الحسنات. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أي إن الله سبحانه وتعالى يهدي الناس عندما يقرؤون القرآن وعندما يستمعون للكلام الطيب. وإن لنا للآخرة والأولى، أي إن عاقبة الجنة هي لله سبحانه وتعالى والآخرة، وأن الأولى الدنيا المتصرف فيها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم أي أعلمتكم أيها الناس، أخبر الله الناس بأن هناك نارا، هذه النار نار شديدة. نارا تلظى أي نارا دائما مشتعلة لا تنطفئ أبدا. فأنذرتكم نارا تلظى. من الذي يدخل النار؟ المسلم الطيب الذي يسمع كلام أمه وأبيه لا يدخل النار، الذي يذاكر لا يدخل النار، الذي يصلي لا يدخل النار، الذي يساعد الناس، الذي يحافظ على النظافة، الذي يكون متفوقا لا يدخل النار. لذلك فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها أي لا يدخل النار إلا الأشقى، والأشقى هو الذي يعاند، هو الذي لا يستجيب، هو الذي يكابر، هو الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والذي يعصي الله، والذي يؤذي الناس، والذي لا يفعل أشياء طيبة، كل هذا هو الذي يدخل النار. الذي كذب، هذه صفات الأشقى، يكذب وتولى، أي عندما يأمره الله بعمل صالح يبعد عنه، أو عندما يناديه أبوه وأمه ليعمل عملا لا يسمع كلام أبوه وأمه ونحو ذلك، فهذا الذي يدخل النار. ولكن يقول ربنا سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى، أي سيبتعد عن النار وسيكون بعيدا عن النار. من يا ربي؟ الأتقى. الأتقى هو الذي يعبد الله عبادة سليمة. الأتقى هو الذي لا يفعل معاصي أبدا، هو الذي يصلي، الذي يتوضأ دائما، الذي يفعل أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي الذي يساعد الناس، الذي إذا كان معه شيئا زائدا أعطاه لغيره. يتزكى أي يتطهر، يحافظ على نظافة قلبه فلا يؤذي الناس بحقد وكره ونحو ذلك، لا يكره أحدا، يكون قلبه نظيف فلا يكره أحد ولا يغير من أحد ولا يحقد على أحد، ثم يحافظ على نظافة جسده. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي إذا فعل الإنسان خيرا يفعله لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نصلي، نصلي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هل نصلي ليقول الناس نحن نصلي؟ أو عندما نساعد فقيرا نعطي 10 جنيهات لفقير، هل نعطيها حتى يقول الناس هذا الولد أو هذا الرجل طيب يعطي أموال كثيرة؟ لا والله، نفعل ذلك، نفعل الخير حتى يرضى الله عنا. وما لأحد عنده، دي معنى إيه؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي إن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الإنسان عملا فيفعله من أجل ابتغاء وجه الله، ليس ليرضى عنه الناس، بل يرضى الله أولا سبحانه وتعالى. ولسوف يرضى، ولسوف يرضى أي الذي يفعل ذلك يساعد الناس، يكون نظيفا، يتطهر، يفعل الخيرات، يفعل كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا كله سوف يؤديه إلى الرضا في النهاية، يدخل الجنة، يكون سعيدا في الجنة، يكون ممتعا في الجنة، يجد في الجنة كل شيء يسعده. سوف يرضى أي يكون سعيدا. هذا باختصار معنى الصورة، صورة سهلة، صورة الليل، إن شاء الله أحبابي نقرأها كثيرا، وعندما نحفظها أستأذنكم إن شاء الله اقرأوها مرة، وممكن أسمعها إن شاء الله على جروب المدرسة ونحو ذلك. المرة القادمة سنتناول سورة الشمس. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يحفظ مصر والمسلمين أجمعين من كل سوء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.